السلام عليكم. راح نشرح بهذا الفيديو موضوع البلانت لاي اوت، اي التصميم الداخلي للمعمل. احنا بالموضوع السابق طرقنا للبلانت لوكيشن، انه شلون نختار مكان المعمل مالتنا. الان شلون راح نصمم من الداخل؟ موضوع هذا يعرف على انه الفيزيكال ارانجمنت اوف برودكشن فاسيلتي انكلودينج بيرسونال اوبريتنج اكويبمنت ستورج سبيس ماتيريال هاندلنج اكويبمنت اند all other supporting service along with the design of the base structure to contain all of these facility. إذا أنت الآن عندك معمل مصنع، تخيل أنت حجم الأمور اللي لازم تأخذها بحساباتك، إنه وين حتحط العدة مالتك، وين حتحط الستورج سبيس الانفنتوري مثلا القطع من تنتج وين تتخلى، المسار مال الخط الإنتاجي مالتك، الماتيريال هاندلينج اللي هي إنه شلون أنت عندك القطع راح تنشال من بكان لبكان. زين ذني شلون راح أصممهن ضمن البيس ستراكشر على مود احسن الانتاج مادي والكفاءه مادي، اقلل الكوست، اقلل الزمن، والى اخره من هاي الامور. اذا هذا كل الموضوع هو له علاقه بالبلانت لاي اوت. احنا بيهمنا اللي يهمنا حاليا هو احنا عندنا ثلاث انواع من التصميم الداخلي. اذا اللاي اوت كان بي كلاسيفايد انتو ذا فولوينج ثري كاتيجوريز، ثلاثه. اول نوع يصرحوا له البروسيس لاي اوت. طيب شنو هذا البروسيس لاي اوت؟ All machines performing similar type of operation، يعني كل المكاين اللي تسوي نفس العملية are grouped، راح نجمعها at one location in the process layout. إذن ميزة البروسيس لاي اوت إنه كل المكاين اللي تعمل نفس العمل راح نخليها بمكان واحد. يعني افرض أنت عندك هذا الشكل اللي أشوفه قدامك، مثلا خلينا نقول الخراطة حاطها احنا بهذا البكان، اللحام هنا، النجار هنا، الليبلنج هنا، والى اخره. فمثلا انت تريد تنتج قطعة معينة، فمثلا راح تجي على الخراطة، مثلا ما تحتاج هذا الديبارتمنت، تروح على هذا، على هذا، ويكمل المنتج مالتك. مثلا غير منتج لا تحتاج هنا، تحتاج بعدين تروح هنا، بعدين تروح على هذا الديبارتمنت، وهكذا. فراح اشوف التنان عندك في الفلكسيبيليتي بالاداء. ولكن هذا النوع من اللاي اوت هو يعني ما يخليك تنتج كميات بكميات كبيره. طبعا احنا بالموضوع اللي بعد راح ناخذ البرودكشن، انواع البرودكشن، فراح نشوف انه احنا عندنا ثلاث انواع من البرودكشن، من ضمنها الماس برودكشن والباتش برودكشن والجوب شوب برودكشن. فبالجوب شوب برودكشن اللي هو نوعا ما كوستمايز برودكشن، راح نشوف انه البروسيس لاي اوت يتناسب وياه. اي انت من عندك انتاج حسب الطلب، فانت كل واحد يريد من عندك شكل، فراح تروح انت تريد العمل مالتك يكون مصمم حسب خلينا نقول البروسيس، يعني البروسيس لاي اوت، حتى انت تسوي الشغل مالتك وتنتج المنتجات حسب طلب الزبون. النوع الثاني من اللاي اوت يسمى البرودكت لاي اوت. المشين ان اكزيلري سيرفيس ار لوكيتد اكوردنج تو ذا بروسيس سيكونس اوف ذا برودكت. اذا النوع الثاني اللي هو البرودكت لاي اوت، اللي هو انه ان خط الانتاج او المعمل مالتنا يصمم حسب الخطه، يعني حسب السيكونس او الستيب لكي ننتج منتج معين. يعني انت اليوم تريد تنتج سياره مثلا، فتجيب ترتب المعمل مالتك شلون يتم انتاج السياره، شنو تحط بالبدايه، شنو بعده، شنو بعده، شنو بعده، وترتب المعمل مالتك بحيث تحط بالبدايه معاد ماتيريال، يعني رو ماتيريال، مواد، تطلع بالاخير سياره، ومعملك كله عباره عن خط انتاجي. فلو نجي نشوف هسه هذا الرسم اللي قدامنا، راح نشوف انه هو هذا يمثل البروسيس البرودكت لاي اوت، انه انت تبدا تدخل وتمشي الى حد ما يطلع عندك المنتج. وهذا المنتج هو يتناسب ويا الماس برودكشن اللي راح نشوفه احنا بانواع البرودكشن. عندنا النوع الاخير اللي هو الفيكست بوزيشن لاي اوت. الفيكست بوزيشن لاي اوت انه الماتيريال والميجر كومبوننت ريمين ان فيكست لوكيشن اند تولز ماشينري مين اند اذر ماتيريال ار بروت تو ذا لوكيشن. اذا راح نشوف انه احنا بالفيكست لوكيشن راح نشوف انه احنا راح نجيب المواد والمكاين وكل راح نجيبه للمكان اللي راح نصنع به هذا الشيء، وكل شيء نجيبه لهذا المكان. فابسط مثال للفيكست بوزيشن لاي اوت انك من تبني البيت، انت من تبني البيت انت من حتحدد القاع، فراح تجيب المواد الاوليه وتجيب العمال وتجيب المكان كلها تجيبها للبيت وتصنع البيت. ونفس الشيء عندك من تريد تبني فسفينه، من تريد تبني طياره، اذا يعني دائما المنتجات الكبيره جدا من تريد تبني جسر مثلا، هي دائما هذه يستخدمون اسلوب الفيكست بوزيشن لاي اوت. طبعا اكو انواع هواي، اكو هجين بين هذا وهذا، ولكن احنا بس راح نتطرق الى هذين الثلاث انواع اللي هنا خلينا نقول برودلي سبيكينج اكثر انواع موجوده. هذا كل ما حبيت اقوله بالبلانت لاي اوت، والتقيكم بفيديو اخر ان شاء الله.